امك عندك تفضل امك على الزوجه ديالك على امك. وياك هكا دابا اللي الزوجه هي كلشي امه شي بس مكان تتقدر الزوجه من ندير بي وتتقبل امه من قاعه الزيت. باشي صبات المراه ودير بي بطا 3000 6000 4000 10000 لان بغاتو المراه والوالده قاعه الزيت 260 طرقه حمراء. ترى العمى سيعطيني شي دراغه كي بيتيها انا غير سلوك بيتها غير واحد الوالده وين احمر هذا احمر فيديو ودوليد يفضل زوجته على امه كارثه. على امك ما احسن لك امك ولا مرتك؟ على امك امك راه كانت معك قبل ما يكون عندك الريال. بالعكس انت باقي كاع في كرشها ورباتك ورضعاتك وهزاتك داتك عندك لا وداتك عند الفراقه وداتك الى حمقى كديك البويا عمر وكديك الاطباء وكديك كذا كذا حتى كبرتي وما عندك الريال ديك الساعه وضعيف غير الجليدات غير العظيمات يلا غير صحاحتي وكذا كذا كذا هذيك راه ما جات عندك حتى درتي لاباس. الله يبقى ما درتي لاباس ما تجي عندك حتى تسول من تسعه اش عنده. ايوا في الاخر انت كتفضلها على هذيك امك غير بالاقدميه غير الاقدميه بعد هذيك راه قديمه هذيك راه عندها 40 سنه معك وهذيك عندها غير 20. تفضل زوجتك على امك انت خطير انت انسان خطير ولا بيركب في السياره تيركب مرته حداه وتيقول لامه ارجعي للور لا ديرها انت في الكفر بحال الحلي وخليها شويه من التنفس ملي كان درتيها للور غير ديرها في الكفر مي باش تكون القضيه هي هذيك. حرام عليك تركب زوجتك بجانبك وامك وراءك وهي افضل الناس اليك واحب الناس اليك واقرب الناس اليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امك 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 ثم ابوك وبالوالدين ووصينا الانسان في صوره النمل ووصينا الانسان بوالده الحسنى وين جاهدك وفي صوره لقمان ووصينا الانسان بوالده حملت امه وهو على ول وفي صوره الاحقاف ووصينا الانسان بوالده حملت امه كرها ووضعته مشكله. وهذا الشيء كله ما قدم منك ولو ما قدم فيك ولو ويفضل زوجته على امه. ثم قال هذا الصحابي ثم اي ثم واش اخر يا رسول الله؟ ها الاولى شنو هي؟ والناس ناعسين كما في الدار صلاه الوقت. ثانيا بالوالدين. ثالثا الجهاد في سبيل الله. وتصانتوا لي اذا الصلاه فوق احسن من الجهاد في سبيل الله ياك؟ لان هذيك اعطاها رقم واحد وهذه اعطاها رقم ثلاثه. الصلاه فوق احسن من الجهاد مساكن. وبر الوالدين هو رقم جوج احسن من الجهاد. لان جا واحد الصحابي عند الرسول يا رسول الله بغيت نمشي للجهاد قال له الك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. بغيت نمشي للجهاد يا رسول الله بغيت نقتل الكفار. قال لي واش عندك والديك؟ قال لي عندي. قال لي وسير قابلهم وتقدى لهم واعطيهم المطلوب وكذا وكذا راه احسن لك من الجهاد. ايوا اذا كان الوالدين احسن من الجهاد وانت كت واحد الله يحفظ تيطر شبه امه. إلا سمعتوا في الإذاعة راه بين واحد قال لك تيخير يضرب أمه وباه مع الصباح ديما. ما تيمشي للخدمة حتى تيخير يضربهم مزيان. تيجلدهم مزيان عاد تيمشي للخدمة الله يتقبل. واحد آخر واحد آخر قال لبنته ما تزوجيش فلان راه ما خدام ليكش راه سكايري ولا كذا وهي بغات تزوج به هي وأمها متفقين على الوالد. با ما بغاش يجوجها وما بغات هي وها بغاو يتزوجوا. شي مره دخلت على باها قالت انت اللي ما خليتيش امي تزوجني فلان هي قال ما بغيت لان ما خدام لي هو يطرش وطراق شي غير فهاد الشهر داو ديالها طرشات باها. بنت هذه بنت حرام طرشات باها وباها مسكين ما زير الحوايج ومشى للمحامي راه واحد لبيه تما سمح لهم كاع في الدار ولا في المعيشه ديالهم الله يهنيهم. البنت ترش باها وكانوا تتسناو الشتاء تجي الضباب اللي غادي يجي. الجهاد في سبيل الله ما احب الاعمال الى الله قال الصلاه على وقتها. الله يجزيكم بخير واياكم تفوتوا الصلاه وقتها راه احب الاعمال الى الله. ثانيا بر الوالدين. ثالثا الجهاد في سبيل الله.